يعقد مجلس النواب غد الاثنين جلسة عامة حيث من المقرر أن يستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة هذا وقد أعلن مصدر حكومي أن مدبولي سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج عملها لافتا إلى أن مجلس النواب سيدرس البرنامج خلال عشرة أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة